FM. الكلمة ليك. نستقبل بحذايا في بداية الأسبوع هذا معز الجودي. صباح خير. حلوة بداية الأسبوع هذا. بداية أسبوع موفقة. إن شاء الله موفقة للجميع. اليوم ما فما فينومين أسترولوجيك. حكينا عليه. القمر استرولوجيك واسترونوميك استرونوميك ورومانتيكي في نفس الوقت. قال لي بوران محضر ديني وشانديل هو مدام فهمت على ضوء القمر. القمر باش يكون كامل اليوم. كامل قال لك ابارامون مره في القرن يصير الفينومين هذي. هذي مره في العام و48 يوم مره في العام في بلي في القرن انه القمر تبدا كبيره بالطريقه هذه. هذه المعلومه اللي عندي. اللي هو اي القمر كبيره بنسبه 14% واكثر سطوع بنسبه 30% كل مر كل 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 عام و48 يوم. اما باش تقرب معناتها سو بوان للارض تصير كل ببخي كل 30 سنه ولا حاجه كيما هكا. برهان يجيك شويه مصروف معناتها عشاء فهمتني ما فيها باس مدام تفرح على ضوء القمر فهمتني مع غنيه حلوه هكا. وراه ما عنده حتى مشكله معناتها ديما يقولها بليتو معناتها ديما يقول مدام. واحد يكون رومانتيقي به جات في شويه مصروف. برهان صباح الخير ساعه ما تخرجش على اختصاصك انا ننصحك. اه ما تعمل اقعد ركز على قلبي. ما فهمتش علاش معناتها عزبي. اقعد ركز على قلبي. عزبي اقعد ركز على قلبي. اقعد ركز على قلبي الماليه. شوف لنا العشوائيات من النوع هذا شنو هي طبيعه الضريبه. زيب عليك شنو هي طبيعه الضريبه اللي باش تفرضها الحكومه عليها. السر البنكي ناقش المسائل هذه. السر البنكي السر في العشوائيات السر الحكايات هذه. وخليك من قضايا القمر وقضايا العشوائيات مع القمر. معز مش في المصلحه. حبيت نعطيك نصيحه خويا. احنا في بالنا اخر حاجه اتفقنا على معاهده سلام بيناتنا وعلى معاهده صداقه وعدم اعتداء كما صححها وثيقه كابوتشينو. وثيقه كابوتشينو بالتالي نقعد لازمك تتعهد بها كابوتشينو. نمشيو للهيدلاينز. هيدلاينز هيدلاينز هيدلاينز. نقراو في الصريح الكشف عن مخازن اسلحه. بون هما كاتبين عن مخزن اسلحه ثالث ببن قردان ما هما اربعه حتى الان في بن قردان. دونك مخازن اسلحه رقاوهم. والله معناتها غريبه وعجيبه. توا لينا مده ونحن نسمحوا بمخازن اسلحه كل مره يكتشفوا مخزن كل مره يكتشفوا مخزن. معناتها هذه الحكايه ماهيش اليوم ولا غدوه. الى متى معناتها باش يكونوا موجودين هالمخازن هذم وكيفاش نحن تحيي قوات الامن اللي قاعدين يقوموا بواجبهم وقوات الجيش. لكن معناتها المش مفهوم انه باهي يا سيدي اكتشفوا مخزن ومخازن في الويكاند هذايا في بن قردان وفاقوا بهم وطلعوهم وكل. شكون يقول لي انا كمواطن ندفع في الضرائب نتاعي باش اوموا يبدا عندي امن مستتب معناتها انه ما فماش مخازن اخرى. وشكون هم اللي دخلوهم هذوما فنا فتره بالضبط خاطر توا باهي يكتشفوا مخازن نتاع سلاح. لكن وقتاش دخل هالسلاح الكل هذا علاش ما نرجعوش ونفهموا معناتها ونعملوا اونكيت تيران ونفهموا كيفاش في ظرف اشهر معناتها ولا عامين ثلاثه هل هل هالمخزون معناتها الكبير هذا تقولش انا حرب معناتها ناس كانوا ناويين على حرب في تونس حرب شعواء وشيء ملتوى ما اكتشفناه الكل. وجو سيبوز مازالت مخازن اخرى والخوف كان مخازن في لي غروند فيل وفي اماكن معناتها اللي يسكنوا فيهم برشا عباد ومخازن في مقرات ولا في فيلات ولا في ديار نتاع اشخاص معينين. معناتها نقطه استفهام كبيره. نعاودوا نحيوا قوات الامن لكن حقيقه هذا شيء ما يطمنش انه كل مره مخزن نتاع سلاح معناتها يقع اكتشافه بالطريقه هذه. نقطه نكمل فيها في اطار الموضوع هذايا معناتها الاقتصاد المواسي والتهريب والكناترية هذا الإشكال. هذاك علاش نحن نحذروا منه ونعاود خلف معناتها المضرات الاقتصادية ونسبة التضخم المالي اللي تزيد بالاقتصاد الموازي والمواطن اللي الطاقة الشرائية نتاعو تتهرب بالاقتصاد الموازي. هالمهربين راهو كي يهرب لك الطماطم ويهرب لك البطاطا ويهرب لك الخبز المدعوم ويهرب لك المحروقات المدعومة ويهرب ويزلق لك معاها معناتها دي كيس نتاع ديزارم وكلاشينكوف امور كيما هذيا. خاطر تجارة السلاح من اكبر التجارات المربحه في العالم. هذاك علاش الاقتصاد الموازي ما لازمش نتعاملوا معاه بتسامح. وهذا هو
مهرب صغير وهذا مهرب كبير. الاقتصاد الموازي والتهريب افا وراهي المضره تجي على الامن القومي نتاعنا. وراهم هلا عباد تذكر وقتها في حكومه سيدي حبيب السيد يظهر لي كلمات من كاميونه اللي فهمتني معناتها ايزون فورسي لو باراج وتعداو. التوا ما طرحنا سؤال كيفاش 100 كاميونه يتعداو بالطريقه هذيك، مش فيهم 100 كاميونه هذوك ما وفينهم معناتها هنا لي باراج اللي موجودين وقتها كي كاميونه تزرف زوز كيفاش يعملوا باساج اون فورس كيكا ويتعداو 100 كاميون؟ معناتها 100 كاميونه راه بالكاميونه بالكاميونه تعدى قداش دامت الحكايه؟ وشكون مسؤول على هذا؟ وشكون شاف وشكون ما شافش؟ معناتها علاش نقعدوا هكاك دي في ديفير نجبدوا عليهم وما نحلوش عليهم دي زونكيت؟ والله لقينا مخزن اي سي بون امور مريقلة وبعد يلقى مخزن واحد اخر، معناتها حقيقه شيء ما يطبقش. اليوم 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 نعرفوا اللي السلاح دخل لتونس عام 2011 سوف كو قعدنا مكبشين في في المخازن اللي لقيناهم في بن قردين الوغ كو في تتاوين، تتاوين يحكيوا على اكبر نسبة نتاع وجود معناتها مخازن أسلحة وإرهابيين في تتاوين. غاديكا معناتها عندنا مصادر معناتها من العباد تسكن في تتاوين يحكي لك قال لك الكلاشنيكوف يتباع ب 650 750 دينار والفرد يوصل حتى بمليون. معناتها غاديكا اليوم معناتها المخازن الثلاثة والأربعة اللي لقيناهم في 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 بن قردين إنه ريبريزونت غيان بارابور المخازن اللي موجودة في تونس العاصمة زادة معناتها يحكيو ويحكيو في تتاوين يحكيو في جنوب تونس. شوف بلال أرجو أنه في مواضيع حساسة هذه ودقيقة ما نحكيوش منطقي يحكيو خاطر يحكيو هذه اختيره وفي تطاوين فما ارهابيين وتطاوين فما مخازن وتطاوين كلاشينكوف 450 دينار. انا ما شفتش الحكايه هذه وما حكاوش مسائل دقيقة. لا ما حكاوش لا ما حكاوش لا ما حكاوش ما فماش الحكاية هذه يعني باش نكونوا واضحين هذه مسائل دقيقة معطيات أمنية معناها ما يلزمش معناها نتعاملوا معها بال معناها في في سياق الحديث إعلاميا وكأنه مهرجان كارتاج للسينما وعركة بتاع فلانة مع فلتانة. هذه قضايا دقيقة تهم الأمن القومي للبلاد، قضايا حساسة، قضايا كذا. اليوم فيما حديث على اكتشافات أنا في حد ذاتها مسائل إيجابية هذه. أتأكد اليوم أن الأجهزة رجعت تخدم على روحها وطبعا بشكل تصاعدي وهذا شيء لاحظوا فيه منذ سنوات، وأنها اليوم تطيح بأكثر من ثلاثة مخازن سلاح طبعا بناء على المعطيات اللي تحصلت عليها بعد عملية الإطاحة برأس على ما يبدو من رؤوس الكتيبة الموجودة في جبل المغيلة في العملية الأخيرة المسمى الطلال السعيدي. يبدو أن الهاتف والجوال توفر على برشا معطيات دلت الأجهزة الأمنية على تواجد وعلى أماكن تواجد المخازن هذية. بن قردين منطقة حساسة والناس كل تعرف أنه قضية السلاح وبن قردين مسألة مرترابطة بعضها ببعض وملف دقيق وملف حساس فيه جزء منه الجانب المتعلق بالتهريب، جزء الآخر جانب متعلق بالإرهاب. بن قردين هاك شفتوه عرفت عملية عملناه في مارس هجوم لا يختلف عن عن عمليات قامت بها التنظيمات الإرهابية في عدد من البلدان سواء الموصل سواء البنغازي سواء سرت الليبية وغيرها من عمليات محاولة الاستيلاء على مدن بأكملها الحمد لله بالنسبة لنا. وكانت لاحظوا عملية بن قردين كانت حالة ارتداد حقيقي في عمل الجماعات الإرهابية لأنه من وقتها بالفعل بلادنا ما شهدت حتى عمل إرهابي أو ضربة إرهابية بمثل ما كنا نعرفوه قبل عملية بن قردين من ناحية الانتظام في التوقيت بتاع العمليات هذه اللي ولينا تعودنا منذ حوالي 3 سنوات على عملية مرة في 3 أشهر تقريبا كي تجي تحسبها بالضبط معناها من 2013 الجنود في رمضان عملية الأمن الرئاسي باردو سوسة يعني عمليات مرة في 4 أو 5 أشهر من عملية بن قردين وتصدي قواتنا الأمنية والعسكرية والأهالي هناك لمحاولة الغزو كانت محاولة غزو حقيقي يعني الأجهزة الأمنية والعسكرية كسبت يعني نقاط مهمة في الحرب على الإرهاب. اليوم نحس انه الشيء هذايا الاكتشاف في اطار عمليات تنظيف تعرف يعني بعد اي عمليه عسكريه كبيره يلزم عمليه التنظيف وعمليه راتيساج وعمليه تمشيط وفي التمشيط ترقى ما ترقى. بالفعل نحن نقول اليوم اكتشفنا 4 مخازن في بن قردين اش فما في بقيه انحاء البلاد تقريبا استباقيا تحس انه ما يلزمناش نتشائموا برشا ونتحطوا على البلاد الكل تلخبط بمخازن السلاح لانه قد ما يكون العمليه سهله وسهلت في وقت من الاوقات نتيجه خليني نقول ضعف الدوله وانا هنا نقدم النيه الباهيه ما نحبش نكون نوايا تمشي بيا اكثر ونقول 4 سنين التالي
شكون طفى الضوء على الكياس، شكون طفى الضوء على عمليه نقل السلاح هذه وعلى دخولها وكذا. مش مشكله سيدي، انا قد مقدم وخليوها للتاريخ يحسم القضايا هذه. خليني اقول اليوم وتيره الياقه دار ارتفعت بالنسبه للدوله انه يمر السلاح وانه يوصل في شكل مخازن ويوصل حتى العاصمه لهنا. اكتشفنا في وقت من الاوقات في المنيله في التضامن في غيرها، لكن اليوم الكونسنتراسيون من الطبيعي انها تكون في منطقه على الجنوب على الحدود، باعتبار انه المنطقه هذيك هي في نهاية الأمر النقطة الأقرب لمصادر التزود بالسلاح، ومصادر التزود بالسلاح هي ليبيا. ما نخموش برشا، السلاح ماهوش داخل على البورت، ماهوش جاي من أوروبا، ماهوش جاي من الجزائر، ماهوش جاي من أماكن، جاي من ليبيا. أقرب نقطة معناها على الأقل بالنسبة للمجموعات هذه اللي تهرب واللي تخزن، أكبر نقطة أقرب نقطة لها توفر لها تغطية أمنية على النشاط هذايا هي مدينة بنقردان. اليوم اكتشفنا معناها المخزن الرابع تقريبا. أنا نعتبر مسألة إيجابية، نلتقطها كنقطة إيجابية إن شاء الله تزيد تأكد اليقظة نتاع أجهزتنا الأمنية والعسكرية في جانب تقصي الإرهاب وتقصي فروعه ومن فروعه هالمخازن الشبيهة هذه. واضح. أما هذاك عليه معناها كي نقولوا تطاويل نقولوا هذه راهي دقيقة. شوف بلال، أنا أنت كي قلت لي هاو يقولوا في تطاويل ويتباع 450 دول طون في وقت من الأوقات أيام الانفلات في 2011 تباعت سلاحات والثورة الليبية ودري شنو كذا تباعت في الأسواق صحيح. وما بالغوش يعني ما كانتش بشكل لافت جدا، ولكن اليوم هذاك علاه قلت لك معناها في الجانب هذايا رانا الجمله بحسابها انه في تطاوين يتباع في درشنيه وتطاوين فيها برشا ارهابيين، سي با سا سي با سا. هذاك علاه قلت لك ضروري، ونعرف راهو معناها الجانب هذايا قايم على ثقافه قالوا برشا. هذاك عليه ثقافة قالوا راي ثقافة نجم تكون مفهومة في قضايا بتاع معز ينتعشى البارح وفلان شعمل مع فلتانة وكذا، أما في القضايا الأمنية الدقيقة الرجاء كل الرجاء أنه ما نسقطوش في ثقافة قالوا. واضح. باهي، مقترح رفع السر البنكي دونك نهار الجمعة إسقاط الفصل 37 مشروع قانون المالية سنة 2017 المتعلق برفع السر البنكي من قبل نواب كتلتي حركة النهضة ونداء تونس خلال اجتماع لجنة المالية وتخطيط وتنمية بمجلس النواب الشعب. بلاي خلينا نفسروا هذايا بلال بالكدا، خاطر الموضوع فيه جانب تقني، فيه جانب اقتصادي ومالي، وفيه جانب سياسي، لازم نفسروه مليح. شنو هو رفع السر البنكي هذايا؟ خاطر برشا مواطنين يتسائلوا اش معناتها رفع السر البنكي؟ هذايا في حكومه راهي ماهيش بدعه، اول حاجه معناتها الحكايه هذايا موجوده في العالم وفي البلدان المتطوره، وفي تونس نحن بدات الحكايه مع حكومه المهدي جمعه. نقولوها بكل موضوعية بكل صراحة، حكومة المهدي جمعة اللي تجرأت وكانت عندها الشجاعة باش تعمل أول إصلاح معناتها جبائي بدا يظهر، وفي الإصلاح الجبائي هذاك معناتها جات حكاية رفع السر البنكي. كيفاش تمت في حكومة سي المهدي جمعة؟ وقع الاقتراح أنه راهو يصير مثلا على مواطن وعلى شركة أن كنترول فيسكال، معناتها كما يقولوا مراقبة جبائية. باهي، المراقبة الجبائية هذيك يجي تشوف الإدارة ترقى اللي تراقب فيه جبائيا ماهوش قاعد قايم بواجبه، ماهوش قاعد عاطي الوثائق اللازمة وأموره ما تعجبش. تتعدى المرحلة الثانية اللي هي المراقبة الجبائية المعمقة، ان كونترول فيسكال ابروفوندي. فهمتني يا ولدي، جا ويحكي معاه يهديك، ما يكون منك العقل، فهمتني، تعامل معانا بايجابيه، يعطينا الوثائق وهو ماهوش متعامل بايجابيه. باه، تعداو المراقبه الجبائيه المعمقه. في اطار المراقبه الجبائيه المعمقه تنجم الاداره تطلب رفع السر البنكي باش تشوف الكشوفات معناتها والحسابات البنكيه نتاع الشخص هذايا ولا نتاع الشركه هذايا وتقوم بالعمل نتاعها. في حكومة المهدي جمعة حبوا يعديوا هكا حكومة المهدي جمعة من الأول، لكن مجلس التأسيسي وقتها زاد معناتها اون كلوز أخرى، شرط آخر، أنه يتم العملية ذي بإذن قضائي، معناتها كونترول فيسكال نورمال وبعد كونترول فيسكال أبروفوندي، وبعد فهمتني اللي باش يحب يرفع السر البنكي اللي هي الإدارة الجبائية تم العملية بإذن قضائي، لازم يطلبوا من القضاء أنه يأذن بالعملية هذه. باهي،
ومشينا انا الحكايه هذه تو عاود رجع الموضوع هذا خاطر علاش هو عاود رجع خاطر كي نحكيوا على ريفورم فيسكال فما دينار انترناسيونال فما معايير دوليه فما معناتها من قروش املاءات ولا شروط فما ان كادر اطار فما دي مزور ياخذوهم البلدان في اطار الشفافيه وفي اطار التعامل بشفافيه وفي اطار معناتها محاربه ومجابات ما يعبر عنه بالتهرب الجبائي اللي تو نحن نحكيوا عليه لكن شوينا نعملوا في تونس نحن نرفعوا الشعارات هذه مقاومة الفساد والتهرب الجبائي وبرا حارب الفساد وحارب المتهربين جبائيين وهذا من السياسيين والنواب يبدأوا يحكي وكي وبعد في الفعل وقت اللي باش نجي ونتعداو للآليات ونتعداو كيفاش باش نحاربوه التهرب الجبائي لا هذه ما تعملها ليش لا هذه راهو وكان تتحصف الإدارة وكان ما نعرفش شنو لا ما تمسليش الكونت بونكير متاعي لا ما تعمليش هكا دونك نوليو ونوخروا معناتها ونقعدوا كان فيك الشعارات هذيك انا مع رفع السر البنكي كيفاش لكن هبش نقول لك كيفاش هي العملية مش حر حك راسك ارفع السر البنكي والعملية مش واحد في الإدارة الجبائية ولا شخص ولا أي واحد في الإدارة الجبائية بشي يجي يتكشف على حسابات العباد فما إجراءات فما دي بروسيدور فما دي نورم فما معناتها عملية تصير وفيها رقابة في وسط الإدارة وفي وسط الوزارة والمواطن عنده دي ركور ومش هكاك العملية تصير كنترول فيسكال متعدل كنترول فيسكال أبروفوندي كان مسيد أموره معناتها مشكوك فيها توانا عملوا لي رقابة جبائية أموري واضح ما لقاو عندي حد شيء ولا لقاو عندي حد سين ولا ثلاثة تنصلحهم فهمت معناتها ما فما حتى داعي باش نتعدى المراقبة الجبائية معمقة وما فما حتى داعي وما فما حتى داعي أني فهمتي باش يرفعوا لي السر البنكي إذا أنا متعامل بصفة إيجابية وأنا إذا أموري واضحة والكونت نتاعي واضح وحساباتي واضحة والريفوني ديكلاري واضحين ومصروفي واضح اش من خايف انه يرفعوا لي السر البنكي باش يدخلوا لي في معطيات شخصيه هنا فما اطار معين تم فيه العمليه فما ديزاكور فما اتفاقيه فما معناتها قوانين فما اجراءات تم فيهم العمليه هذه اما مش هذا اي واحد باش يحلك ويرفع لك السر البنكي ونرجعوا هنا وحكيت كل اداره باش تتعصف عليك ودرشوا يما فما ثقه يما فماش ثقه يتطورنا ما تطورناش وحتى القضاء ينجم يتعصف عليك زاد ينجم يكون قاضي فهمتي زاد موجوده الحكايه هذه القضاء الكل ماهوش مستقل فهمتي فما جانب معناتها من القضاء مستقل ويعطيه الصحه يقوم بواجبه فما راهو بعض الشكوك حول استقلال بعض القضاة فهمت نجم حتى قاضي اخر يتعصف عليك زاد هو مش قاعد صاير هو برهان ونخدم في النقطه هذه باش تتخيلوا توا خاطر كيما قلت لك هي من حكومه المهدي جمعه في بالكم معناتها باش تتخيلوا انه القضاة الملفات اللي يجيوهم متعرف على السر البنكي اللي باش ياذنوا عليهم في اخي تتخيلوا قاعدين يثبتوا فيهم مليح ويعملوا في اناليز ابروفوندي ويشوفوا شكون يرفعوا له وشكون ما يرفعولوش وقاعدين فهمتي معناتها ياخذوا في وقتهم في الحكايه هذيا هما ملفات قد الجبل قدامهم يصحح على بعضه معناتها من با ساعه ساعه في بعض الاحيان يثبت الملف ايش فيه بالضبط دونك الحكايه ماهيش اني كي انا باش نولي القضاء واذن من القضاء معناتها ضمنت انا الشفافيه ولا فيابيليتي نتاع العمليه كلها راهو برا مش يشوفوا لي بيل معناتها خاطر القاضي مش نحكيش على بسوء النيه القاضي نجم يكون بحسن نيه لكن القاضي توا تلمو عنده ملفات وتلمو عنده خدمه كي يجيوه ملفات كيما هذوما ما عادش يلقى لهم الوقت الكل وانا نكملوا في الهيدلاينز ونحكيو على مقترح رفع السر البنكي دونك اللي تم اسقاطه نهار الجمعه وهو الفصل 37 برهان مسيس ما عادش معز تشاطرني الراي في انه الاجراءات الاقتصاديه نظريا لا يمكن تقييمها الا بتنزيلها في سياق الواقع ومناخه وخصائصه رفع السر البنكي في المطلق رفع السر البنكي في السويد رفع السر البنكي في سويسرا رفع السر البنكي في تشاد هو اجراء اقتصادي واحد لكن يختلف باختلاف الانساق والظروف والمناخات العامه اليوم المناخ اللي عندك شنو هو في تونس هو مناخ خلينا نكونوا واضحين غياب الثقه غياب ثقة متبادل بين الجميع لا أحد يملك ثقة المواطن لا يملك ثقة في الدولة الدولة كيف كيف عبرت اليوم في فلسفتها الاقتصادية الجديدة أنها جاية حتى تعيد أموالها من شكون من المجتمع من قطاعات المجتمع من الطب تقول أن الأطباء لا يدفعون الضرائب من المحامين هي تقول المحامين ما يدفعوش الضرائب من المتهربين وهي تقول أن أكثر المجتمع من المتهربين حتى ما تقولوش تصريحا هي تقولوا ضمنا هكا ولا اليوم الدوله عامله حملتها الكل انا باش ترجع فلوسها وين عند المتهربين فلوس تحكي على الاف المليارات هالمجتمع الكل متهرب
هناك عدم ثقة متبادل بين المجتمع تجاه الدولة والدولة تجاه المجتمع. في مثل الأجواء هذه أنت متاع انعدام الثقة ولا أحد يملك ثقة، خلي ثقة بلال الباجي في الإدارة العامة المالية ولا في القبضة. أخي بالنسبة لي نظريا أنت تحكي على التفاصيل، وديما نقول أي أهمية لهذه التفاصيل، مقواها التفاصيل، التفاصيل هي أقوى حاجة راي في الدنيا. يكذب عليك ما هيش المقولات العامة والشعارات العامة رفع السر البنكي هك، لا مشي لي للتفاصيل. أولا المشروع ما هبطش بالتفاصيل، اللي ما فهمتش اللي فهمت أنه سيرفع السر البنكي، شكون اللي عنده سلطة النظر في اللي كانت بنكير بتاع العبيد، وشكون هم الناس، اي وشكون اللي درجة جبائية تيما عبس لام وصالح وعليه وسعاد ومراد اللي نعرفوهم مع بعضنا ونمشي يقولهم في الكيشي وعندنا بيهم علاقة تيل التربية. فما إجراءات اليوم خليك بالإجراءات يا معز يا معز يا معز، أنت تدرك وأنا أدرك أن هذه البلد، أن هذا البلد وأن المجتمع هذايا عندنا إجراءات من عام 56، لكن أنا كي نمشي الإدارة أي إدارة مش بالضرورة حتى إدارة الجباية ولا إدارة المالية عندنا إجراءاتنا الخاصة الباراليل تشكي عند محكمة الإدارية ومن بعد نعرف اللي فما بشر غديك معايا ومعاه ويجي يقول لي راهو اسمع راهو ما ينبعد غزل لي كي كي كي, كي معناها تتنزل في الواقع الاجتماعي الإجراءات تخرج من كراس الشروط راهي تولي في واقع البشر، في واقع البشر تعرف صاير كيف نعيشوا احنا اليوم. قالوا اسمع راهو باش يهبط عليك راهو على الكونت الجماعه راهو من وقتها ماش تنجم تخليه يعمل لك رقابه جبائيه، لا تقول ما عنديش ثقه فيك، لا تجيك الادمينستراسيون فيسكال تقول تعمل لك رقابه جبائيه، لا ما تمسنيش، لا ما عنديش ثقه فيك انا. في الاجراءات الاقتصاديه هناك فلسفه هناك منهج، واحيانا المنهج يصبح محدد اكثر من المضامين، وعلينا ان نختاروا المنهج. اليوم الدوله انا من الاول انا هذا كانت انا بالنسبه لي انا هذا احترازي من الاول. اليوم الفلسفة العامة للتوجهات الاقتصادية الجديدة هي تمشي في اتجاه الفلسفة الزجرية، وأنصارها عندهم مقاربتهم في الأمر هذايا، أي رفع السر البنكي، مقاربة التهرب الجبائي، إيجا المحامين، إيجا الأطباء، إيجا الكذا. أو بالنسبة لي اليوم البلاد تحتاج المنهجية وفلسفة أخرى وهي فلسفة استعادة الثقة، ابني الثقة ومن بعد عدي اللي تحب تعديه من اجراءات. اما اليوم في مناخات عدم ثقه مش نوليو نلعبوا لعبه الفار والقطوس، ترفعش السر البنكي المتهرب الجبائي مش يدور لك بالدوره الاخرى، ترفعش تعملش الاجراء الفلاني المتهرب شي قال لك ما دمنا الاجراءات هذه الكل قانون الماليه فلسفه الجبايه اللي نحبوا نرسخوها من جديد كلها قائمه في اجواء يغيب فيها الثقه، راه الثقه لا تسترجع بالطريقه هذه يا معز، لا تسترجع. بلا اعتقد يرفع على السر البنكي يوم بعد وعملناها الواحد مش هذا مش مش هذا مش هذا اللي مش متهربين متهربين كشفوا تعرف اول المتهرب الجبائي 10 ملايين وانت الرقم نتاعك داخلين لك 100 مليون اليوم انت اليوم انت اليوم انت معز تعرف اللي الفلوس الدوله فلوس الدوله وفلوس التهرب الجبائي نتاع الحيتان ونتاع المؤسسات الحقيقيه اللي بتسترجع بها الدوله ما مش حاطينها في البنوك التونسيه عندك عايش خويا انت تعرف ذلك يعني المتهرب المتهرب ماهوش حتى اليوم عندك انت اليوم عند الناس كل تحدث على ازمه الكاش وازمه السيوله في البنوك التونسيه يعني المتهرب عنده وين يحط المتهرب الجبائي خال عادل موها خلي عادل مهرب والقطاع على شكل اللي انت كانك ناوي عاد تسترجع له فلوسه من البنكة يزبك تقعد تصبر شويه على خاطر هو فلوسه في بلايص اخرين يعني اليوم انا ما عنديش مشكله مع قضايا رفع السر البنكي ليك عندي مشكله انه وأنا في الطريق لهذه الإجراءات علي ثنية أخرى الساعة يلزمني نخمم فيها وهي ثنية إعادة الثقة، يلزم مناخ ثقة يستقر في البلاد، يلزم المواطن اللي باش يمشي يدكلاري عن توعية وعن إيمان أنه اليوم باش يساهم في إخراج بلاده من أزمة مش بلاده روحه وعائلته وأولاده. خاطر خلينا نحكيه بكل وضوح ويزينا من اللغة المضروبة والخشبية اليوم فهالغمرة النقاش حول قانون المالية المغلف بشعارات الوطن ونقف لتونس تيبل حرام لا فما واحد يروح لدار ويجي المرت يقول لها نقف لتونس وبرا نمشي لدار يا اخي يعني شكون جد الكلام هذايا هذه شعارات الاستهلاك فما تونسي انا جيبوه لي تونسي هذايا اللي قاعد في القهوة يخمم
ويحكي لاصحابه ويقول له اسمع ارجوكم الاولاد امان يجيو كيف نخدموا الوطن الان يا الاولاد يجيو كيف نقفوا مع الحكومه ونسندوها خلي تسترجع اموالها هذا لا لا بالحرام لا فما للمينيموم لا موجود فما تكون في الخاوي لا فماش مينيموم مش هكذا مش بالدرجه مش بالدرجه واي دوله واي دوله غبيه اعتقد ان الدوله ستكون غبيه لانها تراهن على الشيء هذا مش معناها ما نجموش نعملوا لا نجموا نعملوا اما يجي العباد منطلق اخر قل له عائلته قل له ولده قل له مستقبل ولده ومستقبل عائلته ومستقبلك انت المناج بتاعك فلوسك نهار اخر راس الشهر كيما تلقى حتى فرانك وقتها المواطن التونسي يجي معاك ويقف خلينا نكونوا واضحين يزيني لغه الوطن ولغه الوطنيه صحيح تجي في القضايا الكبيره في مكافحه الارهاب ولا اما في الفلس في الفلوس عايش بابا في الماني باش يجي يطور رئيس الحكومه يقول له اسمع الاولاد زمنا ناكل توز برا السوق والخيات وشويه الفلوس وكذا هاي وجماعه يقول والله يا اخو يروح لمرته يقول لها اسمع يا سعاد يلزمنا نقفوا لتونس ظهر لي وسر البنكي يا سعاد هات الكونت بتاعك خلينا نوريه اللي دار العامه نتاع الجبايه هذاك عمك عبس لا سي سا شيطان غادي بتفاصيل لا رد بالك رد بالك رقابه سيتهرب معمقه فما اجراءات قلت له تطوزوا فار في الجو هذا بتاع غياب الثقه في جو غياب الثقه بين الدوله والمجتمع والله تعمل الاجراءات اللي تعمل الاجراءات اللي تعمل باش تبقى لك المعضله الحقيقيه اليوم بالنسبه لي اعاده الثقه اعاده الثقه جو سي با انا بالنسبه لي ما فهمتش علاش الطرف الحكومي اليوم وحتى النقاشات بين الخبراء ومعز انت جزء منهم الناس كل اي كارتي مقاربه باراليل الاخرى لانه رئيس الحكومه في الباساج تلفزيوني نتاعو وقت اللي سئل على عفو الجبايه قال لن يكون هناك عفو جبايه بطريقه يعني يقينيه ثابته وكانه بالنسبه لهل العفو الجبايه هذايا وهل معناها الاجواء في عود تخرج من جانب التوتر اليوم انت عايش في اجواء توتر راه القانون الماليه هذا جديد كله قائم على المقاربه الزجريه ويا ليتها مقاربه زجريه نتاع دوله قويه قادره تفرض هاي قاعده تتراجع هاو اليوم لقينا حل مع المحامين غدوه باش نلقاو حل مع كذا بالطبيعه يلزمنا نلقاو حل مع الاتحاد تو اليوم لقيت حل مع المحامين انا نقرا في تصريح الرئيس كتله حركه نداء تونس سفيان طوبال قال اي سي لقينا حل مع المحامين هاي ماله بالحرام برا حلها تو مع اتحاد الشغل هاي هاي والناس كل تو باش تولي مع اتحاد الشغل رقيت مع المحامين اللي انت حكيت عليهم متهربين وبيهم 3000 ما يدفعوش ودرا شنو وجاي تو الزوالي ماكش تلقى مع حل برا حلها تو سي معز الجودي تو الاتحاد اليوم مش كي بشي كيكس مش باش يقول لك انا مش 2017 اعطيني زيادتي تو يعني انا اقول لك انت ما عندكش حتى اليات انت ما عندكش حتى اليات انك تمشي في الزجر انت دوله ضعيفه الان في مرحله انتقال دوله ضعيفه ولا يمكن ان تمشي في خيار الزجر كي انت غير قادر على ذلك ما تنجمش تمشي في منهج اخر يقولوا به حتى خبراء اقتصاديين البلاد يقول لك في 87 كي خرجت من مرحله 86 87 مشات في اجراءات تركيح الاجواء استعاده الثقه الناس كل تولي تستعيد ثقه في الدوله الناس كل تستعيد ثقه في مناخ جديد فك عليا الناس كل معناها في عود نخافوا من البوليس الجبائي ومن الزجر والناس تولي معناها تنكفئ على ذاتها وانت تعرف الناس كل توا فلوس في الديار ناس كل فلوس في الخابية ناس كل فلوس في الجيبية ناس كل حتى في قضية الصرف ناس كل الصرف في المارشي نوار ناس كل هربة توا من البنوك تزيد أنت في قضايا السر البنكي هذية شو نقول لك نظريا جميل جدا والإجراءات راهي ماهيش قضايا معطيات نظرية لكن واقعيا كي تنزلها في إطار مناخ تنزلها في إطار خصائص نتاع مرحلة نولي نشك أنا في أنها قد تأدي نكملوا نحكيو فيه اليوم أنت في وضعية بتاع تشجع الناس برا حط الفلوس في البنك باش تمشي الفلوس في القنوات الرسميه نخليوه حتى المؤسسات يخص معناتها الناس اللي ترفكت حتى المؤسسات اللي ترفك تعرف ما يحطش فلوسه في البنك أرجوكم. معز اللي ترفك ما يحطش فلوسه في البنك حتى كان يحط يحطهم لبرا انت تعاني من هذوما اللي متهربين الكل فلوسهم 80% من المتهربين يعني حيتان كبيره وعندهم قدره على التهرب كلها فلوسها لبرا نرجعوا له للموضوع هذا خلينا ناخذ معناتها حكينا فيه ديجا الموضوع تو خذينا معنا الخبير دونك باش يزيد يفسر لنا اكثر وزاد فسر لنا اكثر عتي ساعه خلينا نرجعوا نحكيو شويه على شنو اللي صاير دونك في البلاد جينا نقراو لقينا اللي مستشار المرزوقي السابق سي محمد هنيد يدعو السعوديه لمقاطعه تونس بعد تهجم عليها في الاعلام معناتها هو تونسي مستشار المرزوقي دعا السعودية قال لهم ما يستعرفوش كيف سيبوا عليكم من تونس راهم كعبالي هذه أنا ريتها تفضل ريتها وهبطها حتى في الباج فيسبوك نتاعي خاطر حقيقة نجمش نقول فضيحة لكن
شيء أسف معناتها وشيء حزن وشيء يخرج واحد من سينته وقت اللي نسمعوا دي ديكلاراسيون. هو مش ديكلاراسيون, هو كتبها ستاتيو كامل وقريته انا ستاتيو نتاعو, واضح ستاتيو واضح لا غبار عليه, لا خرجوه من سياقه, لا يحب يقول هكا وقال هكا, لا قال اولو له معناتها اللي كتب ستاتيو نتاعو واضح. السيد هذا كان مستشار لدى رئيس الجمهوريه في مؤسسه رئاسه الجمهوريه التونسيه, معناتها موظف سامي في صلب جهاز من أهم أجهزة الدولة التونسية. شي يقول السيدة ذي؟ قالك السعودية لازمها تتدخل باش تعاقبنا وتعلمنا قدرنا, خاصة وأنه فما كلام يتقال معناتها عليها وتقصنا المساعدات وتثبت شكون فهمتني اش قاعد شنو المواقف متاعنا تجاه السعودية. ومعناتها هو يدعو في دولة أجنبية, هو تونسي سيبوزي تونسي ما بين ظفرين تونسي, يدعو في دولة أجنبية باش تتدخل في تونس في تونس وبش معناتها تاخذ قرارات زجريه وردعيه ضد تونس. معناتها هذا تونسي يحكي بالطريقه هذه ويحكي على شنو, على كلام قاعد يتقاد من طرف اشخاص معناتها يحكيوا باسمهم, نجموا ما نكونوش موافقين معاهم, ما همش مواقف رسميه. تو سمعت انا مثلا سي زهير حمدي في البلاتو نتاع برهان ومتاع معز بن غربيه في التاسعه, سي زهير عبر عن رايه يا خويا نحترموه, كان رايه مانيش معناتها مانيش موافقين عليه مختلفين خاطر مشى بعيد الراي نتاعو فهمت, لكن هو يتحمل مسؤولته. وقعد لاخر وقت سي زهير حمدي ملقري لي سمير ديلو والحاجه الباهيه في البلاتو هذاك, فما الراي والراي الاخر معناتها سمير ديلو اللي هو رايه مخالف جاوب زهير حمدي وصار انديبا النجم, ولا صلاح الدين جورجي كيف كيف ما كانش موافقوا مع وبرهان بيدو ما كنتش موافقوا زاد, دونك فما ان ديبا صار, هذيك هي الديمقراطية. اما ها وزهير حمدي ولا غير زهير حمدي عبروا على رايهم الشخصي اللي تحملوه, معناتها السيد هذايا مستشار المرزوقي يحب معناتها يدعو هو ينادي بلاد اجنبيه باش تتدخل في الشان التونسي على خاطر فهمتي واحد عبر على رايه فهمتي اللي هو نجم ما نكونوش موافقين عليه. معناتها حقيقه قمه في النذاله, قمه في الخيانه, عندي انا دي خيانه هذه ما عنديش اسم اخر, هذه خيانه عظمى, مواطن تونسي يدعو دوله اجنبيه باش تدخل فيها في تونس, معناتها خيانه عظمى. وحقيقه هذوما الناس كيفاش وصلوا للحكم وكيفاش وصلوا معناتها الاجهزه الدوله نقطه استفهام, وشكونهم وشنو انتمائهم لتونس, غريبة وكحو برين. مشكلة محمد دهنيد هو مستشار سابق للسيد المرزوقي, في الحقيقة مش تصريح له لللفت في وقت من الأوقات عمل أزمة كبيرة مع الاتحاد العبد الشغل, وهو يتكلم باسم رئيس الجمهورية وقال أنه اتحاد العبد الشغل هو داعش, معناها مهما تختلف مع المنظمة النقبية وقيادتها خلينا لا في باريس في باريس هذه المشكله في باريس معناها الوقت اللي كان مستشار كما قلت معناها الاتحاد تنجم تعلق على اداقيته تنجم تعلق على اي واحد في 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 من المنضوين من المنتسبين ليه, اما توخر وتقدم وانت مسؤول وقتها في رئيس الجمهوريه تقول هذا اخطر من داعش واتحاد اخطر من داعش. يعني السيد هذا مش جديد التصريحات المواضيع, واعتقد انه تواجده في باريس معناها يخليه مش بعيد في الجغرافيا فقط, بعيد في اللحظه, بعيد في اللحظه عما يحصل في بلاده من 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 اعتمال من حراك من طبيعه واتجاهات النقاش السياسي. خليني نكون واضح, يعني ما نحبش نعمم, مثلا داخل حراك تونس الاراده ترقى فمع بعد في محيط سيد المرزوقي اللي بعقلهم وناس محترمه وتناقش معاهم وكذا, مش ما نسميش ما نعرفش, لا هو مستشار لا اعتقد معناها باش نكون منصف لا اعتقد, يعني في الحراك ترقى سي عدنان منصر ترقى خونا طارق الكحلاوي ترقى خونا عياض اللومي جاي, معناها فمع بعد معناها من الواحد. لكن هل المشكله الناس هذوما؟ اعتقد وانا حسب ما نذكر انه حتى الباساج نتاعو في رئيس الجمهوريه اللي ما طالش, لانه تم اقالته تقريبا من طرف السيد المرزوقي ومن طرف يعني الفريق وقت المشرف على الديوان ورئيس الديوان وقتها كان سي عدنان منصر نتيجه الانفلاتات وهالتصريحات المتهوره. هذه من اخر التصريحات المتهوره اللي عاد قلت لهم اسكتوا, معناها انه يا سعوديه فجاه هو ولا صديق للسعوديه, لانه في وقت من الاوقات ايام النقاش بخصوص دور السعوديه في اللي حصل في مصر وفي مساندتها النظام عبد الفتاح السيسي كانوا نازلين في السعوديه, ما قيل في السعوديه اكثر ما قالوا مالك في الخمر من طرف يعني الناس اللي قراب للأنصار الأخوة المسلمين في مصر وأنصار السيد مرسي. قيل في السعودية من الشتائم الكثير. اليوم
قلبت الحكايه مع السعوديه. جبدهاش واحد تابع الجبهه الشعبيه، جبدهاش يحكوا واحد في حكومه اللي يسميوها حكومه العار وحكومه النداء وحكومه التحير ودرا شنو. توا يلزم السعوديه تولي مش فقط صديقه، واللي نقولوا لها يا سعوديه قطع تونس. يعني كيفاه معناها التغيرات في المواقع تعطي تغيرات هي عاقب. معناها هذه ذكرني باسلوب راه كيما كنا نرفضوه قبل في قبل 2011، قبل كنا لدينا تعليقات على اداء بعض المعارضين، ما نعممش بعض المعارضين اللي كانوا باسم مقاومه الاستبداد ومكافحه بن علي يدعيوا في الدول الاجنبيه انها تقاطع تونس وتقاطع سياحه تونس ويا سواح ما تجيوش وكذا، وكنا نقول لهم يهديكم راهو يمشي نظام بن علي وتبقى تونس، يمشي نظام بن علي وتبقى السياحه التونسيه، يمشي نظام بن علي وتبقى مصالح الاف العائلات التونسيه، ما تخلطوش شعبان في قعبان. تو هذا عهد في السابق وقد اتفهم هذا الخلط، لكن اليوم بابا في مرحله انتقال ديمقراطي مفترض تدافع عليه. انت ما قيل في البلاتو تيلي جزء من قضايا حريه التعبير وحريه الراي اللي انت تعتقد انك بقيت تتكافح من اجلها، واذا كانت عملت حاجه ايجابيه في تونس ما بعد 2011 هي حريه الراي والتعبير والاعلام. تختلف مع اللي يقال في البلاتو تيلي، لكن اليوم تونس بلد في انتقال ديمقراطي يحترم حريه التعبير والاعلام. انت اللي انت عجبتك الحكايه وشيخ عليها وتعتبرها جزء من الاجواء اللي تدافع عليها تجي تستغلها وتعتبرها معناها انها اعتداء صارخ على دوله صديقه وشقيقه وتحرض هذه الدوله على بلادك. زهير حمدي، زهير حمدي يتحمل مسؤوليه كلامه. زهير حمدي وش قال؟ زهير حمدي نفسه وكان طارت يمثل حزبه التيار الشعبي ومثل الجبهه الشعبيه، والجبهه الشعبيه ولا غيرها تختلف معهم ولا ما تختلفش، لكن من واجبك أنك تقاتل من أجل حريته في أن يعبر عما يشاء في إطار بطبيعة القوانين المعمول بها. قد تحصل انفلاتات، لكن يلزم الناس البرة هاي تعتبر أن ما يقال راهو مش بالضرورة الرأي الرسمي متاع الدولة. احنا ما فماش اللي بلاتو تيلي ما يتقالش الرأي الرسمي تي الدولة التونسية، بالعكس تي في اللي بلاتو تيلي تتحط تحت السقين والعباد تبدأ تعفس وترفس، واحنا نقول يا ولادي سيسوا على كذا وسيسوا، لكن راهو هذايا تجاوزناه المسائل هذه منذ سنوات. بالتالي أنك توصل أنت، والمشكلة معناها من جزء من الأخطاء أنك هو أنت تتحمل صفة أنك كنت مستشار سابق لرئيس الجمهورية، وجي يا سعودية قاطع تونس على خاطر راهم التوانسة يسبوا فيك. هذه معناها يعني قمة التهور في التصريحات الغير محسوبة اللي تتقال. تم دونك الصحفي جون بيير الكباش من إذاعة أوروبان استدعى رئيس الحكومة يوسف الشاهد وقت اللي في زيارته لباريس باش يحكي معاه. خلينا نسمعوا ليموندي. يوسف الشاهد لو جي 8 réuni à Deauville, je m'en souviens parce que M. Essebsi était premier ministre, était venu ici, avait promis à la Tunisie 25 milliards. Combien vous avez reçu depuis? Beaucoup moins. C'est-à-dire? Il paraît que c'est un milliard seulement. Probablement. Je pense que c'est ça l'enjeu. Aujourd'hui, la Tunisie, il y a des pays de taille comparable à la Tunisie qui ont reçu 1000 fois plus que la Tunisie. C'est pas une question uniquement d'argent pour aider l'économie. Ce que je disais, c'est un pays démocratique dans la rive sud de la Méditerranée. C'est ça l'enjeu qu'il faut comprendre. Oui, mais il est évident que vous convaincrez d'abord les médecins, les avocats chez vous de payer plus d'impôts. Il paraît qu'ils refusent. J'ai envie de dire que c'est d'abord là, les Tunisiens qui, chez eux, doivent commencer à donner l'exemple de la justice sociale. Tout à fait. C'est l'objet, vous faisiez allusion à la loi de finances 2017. Nous avons commencé très rapidement les réformes. Nous sommes en train de réformer notre fiscalité. Nous allons réformer beaucoup de choses en Tunisie. Le coût des réformes est important. Il y a une résistance au changement. La conduite du changement est un peu difficile, mais nous nous sommes engagés et nous avons été courageux de, après deux mois de notre investiture, d'aller dans des réformes profondes. J'ai noté parce que je vous ai lu que vous reconnaissez. واضح هذا كان دونك الانترفيو مع سي يوسف الشاهد. غزر له جون بيير الكباش قال له بربي قبل ما تبدا تطلب الدعم من 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 باريس ابدا 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 اقنع المحامين نتاعك ولا الطبيب نتاعك بخلاص الجبايه قبل البحث عن تمويلات خارجيه. باهي كلمه في خاطر الزياره هذه نتاع السيد رئيس الحكومه لباريس جات في العفس نتاع الانتخابات الامريكيه وتعدت مرور الكرام كما يقولوا مرت مرور الكرام، وألور كو هي مهمه حسب اعتقادي وفيها عده عوامل ايجابيه. انا هنا مش حاب نحكي بصفه موضوعيه وقت اللي فما حاجه باهيه نقولوها. انا تبعت المداخلات والخطابات وليزانترفونسيون معناتها ميدياتيك نتاع سي يوسف الشاهد مغلبهم اللي صاروا في فرنسا. ساعة كان نشاط مكثف ونشاط هام، وحقيقة الكلام اللي قالوا وليديسكور اللي عملهم
في مستوى رفيع جدا. أول حاجة يتقن اللغة الفرنسية. تقول لي هذا موش غريب علينا كتوانسة، نقول لك ولا غريب بعد الثورة كي تسمع سي حمادي جبالي ولا سي علي العريض ولا ما عرفش شكون معناتها من الحكومات هذية ولا نشوفه في الجماعة في السياسة ومعناتها مسؤولين كبار كيفاش ولا يحكيوا في الفرنسي ويكسروا في الفرنسي ومعناتها حقيقة مستوى سيء جدا. لا نرقاو فهمتي ان شيف دو غوفرنمون اللي عنده ان تري بون فرونسي يحكي مليح يشرفنا حكي معهم مليح جاوبهم على الأسئلة نتاعهم الكل. الديسكور اللي عملوا في سيونس بو باري معناتها حقيقة شكلا ومضمونا كان خطاب وكلام رائع جدا، عدد دي ميساج مهمين فهم الى ليسي اون تري بون امبريسيون حتى مع توذيه الكباش راهو جون بيير الكباش معناتها هذو ما قام من قامات في فرنسا نتاع في الاعلام. ملك الكباش شكون معناتها لي انترفيو نتاع الكباش مع اكبر رؤساء واكبر وزراء معناتها في فرنسا ورؤساء حكومه وصعيب الكباش لي انترفيو نتاعو. حقيقه يوسف شاد انا يظهر لي جاب روحه معاه وعارف كيفاش يجاوبه وما بتخلش لا في الحكايه الفارغه لا في الحشو لا في الكلام اللي ما عنده حتى معنى لا في الشعارات لا في العياط لا في السياح لا في حد شيء. كان متزن في كلامه وجاوب واعطى الصوره لازم يعطيها على تونس ويطمئن نوعا ما. فيما يخص هالملاحظه هذه شوف كيفاش ولا الغسيل نتاعنا فهمتني ولا يوصل والمعلومات تخرج علينا لبرا. الكباش في باله انه فما مشكله مع المحامين والطب في تونس خاطر اول حاجه سام بروفيشنال دونك قبل ما يعمل انترفيو الكباش مش كما بعض الصحفيين نتاعنا يقعد يدور فك الحلقه المفرغه لي كيستيون فارغين. هذايا السيد هذايا قبل ما عمل الانترفيو نتاعو حضر الانترفيو نتاعو وحضره بعمق وشاف ايش صاير في البلاد وشاف معناتها لي سوجي تابو ولا المشاكل نتاع البلاد وسالوا عليهم فهمت وما عنده حتى مشكل هو. دونك المساله هذه انظر كيفاش خرجت وكيفاش تأولت وكيفاش وعنده الحق فيها هو خاطر فهمتني اذا انتم تحبوا على الفلوس من عند الجيفان ومن عند البلدان المتقدمه وتحبوا على يعني انت يا خويا ابارامون عندكم فلوس الداخل ماكمش قاعدين تجيبوا فيها خاطر هو تو الجبايه في فرنسا ولا فهمتني من الناس الكل في فرنسا اللاعب لا في الجبايه لاعب لا حتى حد ما يفدلك في الجيبايه في تونس في فرنسا معناتها وصلوا ناس اللي ما عادش وما يخافوا من حتى حد في فرنسا واللي تصير له كونترول فيسكال ما فماش لا رجل سياسه لا ديسيدور لا ممثل لا خوه على ابوه. دونك هنا شو نقولوا؟ نقولوا انه معناتها هالمشاكل هذيا ماذا بها تتحل في تونس خاطر اغزر ايش قاعد يخرج علينا ماذا بينا كالصوره الحلوه كالصوره الايجابيه نعطيوها ومش معناتها مش مشكل اذا نحن ندخلوا في ريفورم فيسكال تهم لي كاتيجوري الكل وتصير معناتها بصفه بناءه وتنفع البلاد. الحمد لله علق الواحد بتبيع نشاط الراي معز. انا تبعت على الاقل في جانب الحضور الاعلامي والاتصالي متاع رئيس حكومه يوسف في باريس اولا شفت العناوين وزدت اقتنعت انه قداش العناوين مضله سورتو كي تبدا تحب تتصيد سياسيا للخصوم ردوه اغزر كيفاه يفرك ايديه وكذا اغزر كيفاه خارج اغزر كذا بالعكس شفت رجل رصين رجل مالي بلاستو سواء في حديثه مع سيد فالس أو حديثه مع هولندا أو في الباساج ميدياتيك اللي عمله مع الكباش يعني كان 10 دقائق دقيق فيهم عدى لي مساج معناها بالشكل المطلوب وبالعكس معناها رئيس الحكومة صحيح الزيارة هذه ظلمت نتيجة التوقيت نتاعها لكن على مستوى الحضور وعلى مستوى الأداء كان أداء معناها جيد جدا متاع رئيس حكومة بالرغم معناها من نقص التجربة السابقة هذه زيارة دولة تقريبا يعني مش سهل لو ساعات هك شفتهم رؤساء دول يا مطرائف يعني سجلت في حقهم اللي كان ماشي منه على اليمين يقولوا له يجي دور على اليسار ويجي كذا وصارت فيها يعني بالنظر وبالمقارنة مع تجارب كما يحكي عليها معز تقريبا رئيس الحكومة كان أداؤه جيد وممتاز في الجانب هذايا. أتبقى في النقاش هذايا بخصوص المسألة هذية يعني متاع الحديث متاع السيد الكباش هو في الحقيقة أنا راهو معز بغض النظر على البهرج الأسماء راهو زاد الإعلام الفرنسي جزء من التحليل الفرنسي جزء من التحليل الآخر على تونس راهو مش ديما تعتقد أنه يملك الحكمة راهو صحيح الكباش واسمه كذا واحد لكن راهو أحيانا بالنسبة لي في إعداد البرنامج وإعداد الصورة لا يخرج على الصورة معناها الفولكلورية اللي ماخذينها على تونس اليوم انه يسال رئيس الحكومه يوسف شاهد انتم طالبين من العالم انه يساعدكم وانتم غير قادر ان تجيبوا فلوس ومن محامين ومن الواحد معناها فيها الكثير معناها من السطحيه في التعامل مع الشان التونسي
في علاقة بالوضعية الاقتصادية متاع تونس عادي جدا هو يحب يستفز في الجانب هذايا. لكن بالطبيعة ناس كل تعرف أنه 2011 يعني والدعم متاع هالأوروبا للانتقال الديمقراطي مش لعيوننا نحن بل من أجل استقرار متاعهم هما ضد موجات الهجرة لاستقرار مجتمعاتهم لاستقرار كذا وعود ما عملوا منها حتى شيء. راهي تونس صحيح الوضع الاقتصادي متاعنا صعيب صحيح احنا مانيش قاعدين نخدمه صحيح انه راهو الوضعية متاعنا نحن نتحملوا الجزء الاكبر من المسؤولية فيها. لكن ايضا الناس هذية اللي في وقت من الاوقات قتلك برا تعدل الديمقراطية تو تشوف الدعم كذبت علينا بكل وضوح. باجي قايس السبسي في دوفيل 2011 وعدة بما وعدة لم يرى من هذه الاموال حتى شيء والناس هذية حتى تو تكذب علينا وراي مش قضية معونة سامحني جزء صحيح فهمتي معناها تندرش في إطار التعاون لكن أيضا جزء من حق التوانسة في ميراث كبير متاع استعمار سابق وفي ميراث كبير متاع وعود حالية وفي استقرار متاع بلدنا اللي هو استقرار لبلدانهم قضية أنك تساعد النموذج الانتقال الديمقراطي في تونس راه مش مزية كبيرة في الجانب هذا راه يكون واجب على المجتمع الدولي خاصة أنه وعد خاصة أنه قال أن طالب الديمقراطية احنا قبل في 2011 كنا نناقشوا قضية مرتبة الشريك المتقدم مع الاتحاد الأوروبي وقالوا لنا حلوا زوز مشاكل صغار في الانتقال في المسألة السياسية حلوا مشكلة الرابطة وشوية حرية إعلام وتون مشيوا في الكذا جات ثورة وما أدراك باسم الحريات وباسم الديمقراطية عاودوا رجعوا بين التلاقى قالوا سامحونا تو المقاييس ما عادش كيقبل رجعوا عملوا لي المقاييس على الأرقام الاقتصادية السابقة. يعني حتى في أوروبا فما تعامل بمكيالين هذا تعامل بمكيالين وأحيانا يوصل إلى حد الابتزاز. اليوم يقول لك امشي في الديمقراطية راني باش نحط عليك وباش نراهن عليك ومن بعد يشوفك انت قاعد غارق زاد في الوضعية بتاع صعوبة الانتقال الاقتصادي ويغزر لك ويضحك عليك ويتعامل معاك بمنطق كما اللي عبر عليه بشكل غير مباشر وفي الحقيقة هذا اللاتان هذا الثاوي في السؤال انت جاي طالب من العالم انه يساعدك تبقى نجيب من وانت غير قادر انه المحامين ومطبة في قضية تفصيلية جزئية يحبوا معناها يميعوا بها قضية واجب المجتمع الدولي تجاه تونس. اي نعم راهو فما واجب وهذه مشكلتنا نحن ان ما نجمناش نبيعوها الحكايه هذه انه ما نجموش في وقت من الاوقات راهو كانت الانظمه اللي نتهموها بالاستبداد تعرف كيف تفاوض مع البر النظام العقيد القذافي كان عنده طرق في التفاوض مع الطليان وطرق في التفاوض مع اوروبا وقت اللي تضغط عليه شيء كبير اخويا تحبني انا نحمي لك حدودك انا ايجا تفضل ايجا الفرقاطة الطليانية ايجا اخويا اعطيني الامكانيات واعطيني الرادارات تو نحمي لك انا من الهجرة السرية خاطر اوروبا تبدا ترقل راهو تبدا ترتعش من قضايا الهجرة السرية اللي تشكل يعني الغام اجتماعية والغام ثقافية وسياسية وامنية عندها. اليوم يلزمنا نعرفوا كيف نفاوضوا خويا كيف نفاوضوا كيف نبيعوا نموذج الانتقال الديمقراطي. اليوم حتى لتوا نحن خجولين بربي اماني جاو كذا وهذه مشكله الخطاب السياسي اليوم راهو قادرين في البلاد امكانيات بارشا حاجات فيها ما نجموا نكسبوا من خلالها ومن خلال بيعان النموذج لكن نحن نبداو حاشمين به تو قلتوا الاستبداد كنتوا حاشمين به هي عندكم تو الديمقراطيه عندكم المقولات انتم الاستثناء في العالم العربي والاسلامي انتم الاستثناء في منطقتكم انتم النموذج الوحيد اللي رسخ كما يقولوا النهضه التصالح بين الاسلام ديمقراطية انتو عندكم بارش حاجات ما تبيعوها وقاعدين في السوق هكا حاشمين نحن وبربي امان عاونونا وفما واحد وهذه مشكلة الخطاب السياسي الرسمي. الكلمة ليك